فور وصولهم إلى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، دأب وزراء الخارجية على رسم الإطار العام للقضايا التي سيناقشها القادة في قمة جامعة الدول العربية في دورتها 30 في تونس، وعددها كبير على عدد الدول العربية. تلتئم القمة العربية هذا العام، ولا زالت أزمات المنطقة تنتظر انفراجة تخفف من عناء الشعوب التي أنهكتها الصراعات، وتستجيب لقلق الرأي العام العربي حيال حالات التفسخ والتفكك التي ضربت بعض الدول العربية. وكأن الأزمات العربية لا تكفي، حتى جاء قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري ليحتل صدارة الملفات المطروحة. وبهذا الخصوص أجدد رفض بلادي التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكداً موقف المملكة الثابت والمبدئي من هضبة الجولان. تتنافس الأزمات العربية على صدارة أجندة القادة العرب، فالحرب السورية ملف حاضر منذ سنوات، وإن كانت سوريا الرسمية غائبة عن القمة في انتظار توافق يبدو صعباً. نجتمع اليوم ونحن ندرك جميعاً دقة الظروف التي تضر بها منطقتنا العربية، وهو ما يستلزم منا في إطار مسؤولياتنا المشتركة الخروج بقرارات وتوصيات مترافق عليها. تولى المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة شرح الوضع في ليبيا في إفادة أمام الوزراء، لتضاف إلى لائحة طويلة من القضايا التي يختلف حولها القادة العرب. بوضعهم اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال، يقترح وزراء الخارجية العرب إصدار بيان منفرد حول الجولان السوري. وتسعى تونس التي ترأس القمة 30 لجامعة الدول العربية لأن يؤسس هذا البيان إلى أرضية مشتركة بين الدول. شادي شليلة، سكاي نيوز عربية، تونس.